أربع دول تتنازع أصل الفرعون شوشناق الأول. لم تكد مدينة تيزي وزو الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية الجزائر تعلن عن إقامة تمثال كبير للفرعون المصري من أصل أمازيغي شوشناق الأول، حتى قامت انتفاضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسفرت عن جدل واسع في منطقة شمال إفريقيا عن هوية وأصل هذا الفرعون. وأقام أمازيغ الجزائر التمثال المثير للجدل بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 1971 التي يحتفل بها الأمازيغ في دول المغرب أيام 11 و12 و13 من يناير من كل عام. وعرفت مصر في القرن العاشر قبل الميلاد تحولا سياسيا أنهى اعتلاء المصريين لعرش النيل إثر الوهن الذي أصاب الأسرة 21 وأنهى حكمها، ما أدى إلى اعتداء العرش من قبل أسرة أجنبية قادمة من خارج مصر. واعتبر ظهور الأسرة 22 حدثا لافتا ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى منطقة الدلتا وشرق المتوسط وحتى أقصى شمال إفريقيا، بسبب جذور أسرة شيشنيق الأول والخلاف حول جذورها إن كانت أسرة ليبية أم جزائرية أم تونسية أم هي أسرة مصرية فحسب. وأثار التمثال الذي ظهر في الجزائر سجالا بين نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي في كل من مصر والجزائر وليبيا وتونس، حيث زعم كل فريق أن شيشنق يتبع منطقته الجغرافية. واعتبر نشطاء أن التكريم الجزائري للملك شوشناق هو كونه أمازيغي قدمت أسرته من الجزائر إلى مصر، وهو فخر لكل أمازيغي في الجزائر ويجب استذكاره في بداية كل عام بالتقويم الأمازيغي. وهو ما زعمه أيضا نشطاء من تونس أكدوا أن شوشناق تونسي الأصل بناء على وثائق تاريخية تؤكد قدوم أسرته من تونس، الطرح الذي انقض عليه نشطاء ليبيون نفوا نسبة أسرة شيشنق لغير ليبيا. وينتسب شيشنق لقبائل المشواش، وهي كلمة مصرية أطلقت على إحدى القبائل الليبية القديمة التي سكنت غرب مصر قبل الميلاد، ويختصر الاسم في الكثير من الأحيان في المنحوتات المصرية القديمة بلفظ مي. ووفقا لمراجع مصرية فإن أصولهم ترجع إلى إحدى القبائل الساحلية في ليبيا الحالية، ويطلق على المشواش مازيكس أو ماسيكس نسبة إلى المازيغ. وقد بدأ المشواش مع بداية الأسرة 18 المصرية يتجمعون على حدود مصر الغربية طلبا للإقامة في دلتا وادي النيل، وارتادوا أطرافا لمنطقة دلتا النيل بحشود عسكرية بحثا عن محل لإقامتهم، ما مثل تهديدا لحدود مصر الغربية انتهى بمطاردتهم بل وأسر مجموعات منهم، انتهى بهم الحال عمال وجنود في مملكة مصر. ويعتبر شوشنق من الجيل الخامس لتلك الأسر، مما يعني أنه مصري رغم أصوله الأمازيغية، الأمر الذي يجعل تنصيبه على عرش مصر مشروعا ومقبولا استحقه عن جدارة بعد عمله على إعادة توحيد البلاد واستعادة أراضيها المفقودة. وحسب متابعون للسجال الحاصل حول جنسية الفرعون الأمازيغي شوشناق، فإنه من الصعوبة تحديده بجنسية وجغرافيا معينة في ذلك الوقت، كون المنطقة الجغرافية التي قدم منها شوشناق وهي موطن الأمازيغ المعروف بليبيا القديمة كانت حدودها تشمل جميع دول المغرب اليوم، وكون شوشنق من أسر ومجتمع واسع الانتشار في ذلك النطاق الذي كان مسرحا للأمازيغ. وحسب المؤرخين فإن المجال الجغرافي لموقع الأمازيغ الذي ينتمي له شوشنق يبدأ من واحات غرب مصر شرقا وينتهي بسواحل الأطلس غربا وتحده الصحراء الكبرى جنوبا، مما يجعل من الصعوبة القول بتحديد جنسية وموطن محدد للقبائل التي سرحت في ذلك المجال الواسع حينها.